السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. وجيناك بآخر أخبار الكرة العراقية واستعداداتها لبطولة كأس آسيا، لكن لا تنسون أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، ورأيكم يهم ندخله بصندوق التعليقات، والأهم أن تضغطون لايك وشيرون الفيديو. يلا نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. كثف منتخبنا الوطني مساء هذا اليوم الخميس وحدته التدريبية أثناء الوجبة المسائية تحضيرا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد غد السبت عند الساعة 5 مساء بتوقيت بغداد في مواجهة دولية ودية احتضنها ملعب جامعة نيويورك في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولقد حضر تدريبات المنتخب المسائية رئيس اللجنة الأولمبية السيد عقيل مفتن والرئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال. وجرت في مراكز تدريب جامعة نيويورك في السعديات، شارك فيها جميع اللاعبين 26. وبعد انتهاء الوحدة التدريبية التقى رئيس اللجنة الأولمبية كابتن عقيل مفتي لاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني، وحثهم على مضاعفة الجهود في المرحلة الحالية من أجل مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لكرة القدم العراقية والسعي للمحافظة على المكتسبات التي تحققت. في الوقت ذاته شكر دعم المقدم من قبل دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، ذلك قبيل بدء سود الرافدين مشاركتهم في نهائيات كأس أمم آسيا المزمع تنطلق في قطر باعتبار من يوم 12/1 لحتى 10/2 المقبل. هذا ومن جهته أكد رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال وعلى هامش لقائه مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن بلاعبي منتخبنا الوطني على أهمية تقديم أفضل المستويات وترك بصمة إيجابية لغرض رفع اسم العراق عاليا في هذا الاستحقاق الآسيوي. مع لاعبنا والوافد الجديد منتظر ماجد الذي سيصبح ضمن أصغر 3 لاعبين متواجدين في بطولة كأس آسيا بعد إعلان قوائم النهائية الرسمية لجميع المنتخبات. 3 لاعبين فقط هم من مواليد 2005 وهو أصغرهم في القوائم الـ 24 منتخب. لاعبنا منتظر ماجد محترف نادي هامرب السويدي من مواليد شهر الرابع 2005. أما لاعب منتخب قرغستان باكانز ألماض فهو من مواليد شهر السادس 2005. لاعب وحارس مرمى منتخب سوريا مكسيم صراف من مواليد شهر الثالث 2005.